مساء الخير. من أصعب التجارب في العمل السياسي أو في ممارسة العمل السياسي هي أن يجد أي شخص مكلف بمسؤولية من نوع ما في لحظة ما نفسه في مواجهة متناقضات لا يستطيع التغلب عليها أو لا يستطيع الإمساك بكل خيوطها. أظن أن هذا هو الموقف الذي وجدت نفسي فيه ومعي هذه المجموعة الممتازة من الدبلوماسيين ومن الصحفيين في شهر أغسطس، طوال شهر أغسطس سنة 1970. بالكاد تصورت كما طب أننا في ذلك الوقت عمل غريب جدا أو عمل سياسي دقيق جدا. لكل واضحين، هذا العمل هو واحد أن نغطي سياسيا وإعلاميا قضية تحريك الصواريخ، ثم أن نغطي سياسيا وإعلاميا قضية وقف إطلاق النار في حرب الاستنزاف، ثم أن نغطي هذا مع الطرفين متناقضين كل منهما له رأي مختلف. الأمريكان من ناحية واخدين موقف المشرف أو الموجه أو المقترح لوقف إطلاق النار وراء الأمم المتحدة ووراء مبادرة روجرز خلافا لمشروع روجرز، وهذا موضوع شديد الدقة وإحنا كنا عاوزينه بالدرجة الأولى لأسباب سياسية، لكن بالدرجة الأولى لأسباب عسكرية، هو إتمام بعض التحركات الضرورية لاستكمال حائط الصواريخ في ظرف يسمح بذلك، في ظرف يسمح أنها لا تكون عملية في المفتوحة مكشوفة قدام الضرب الإسرائيلي، ولكن أن يكون لها غطاء سياسي. وكان أوفر وأسلم غطاء في ذلك الوقت هو الموقف الذي نشأ في التمهيد لوقف إطلاق النار. تمهيد لوقف إطلاق النار كان هيبقى منتصف الليل، ومن أول الليل لغاية ما بعديه بشوية تجاوزنا فيها، ولكن تجاوزنا بمنطق معين. حصل انه هذا الموقف بالفعل غطي، وما كانش ممكن يغطي او يغطى قبلها بالكفاءة الضرورية واللازمة، لانه لابد انه يجيء في وقت بشكل ما في قيود على وقف اطلاق النار، في قيود على العمل فوق الجبهة، في انتظار لموقف لنتيجة سياسية لا يريد احد افسادها. وده كان موقف مع الامريكان لابد ان يعالج بشكل او اخر. في نفس الوقت وقف اطلاق النار عامل مشكلة كبيرة جدا مع جماهير عربية كتير قوي، لكن ما هو اهم هو المقاومة الفلسطينية الموجودة في ذلك الوقت والمتمركزة في الاردن، وهي على شكل جماعات متفرقة وموزعة من اقصى يمين لاقصى يسار، وكلها على حال تتصور انه وقف اطلاق النار في هذه المرحلة لا يناسبها، وهي ضده على أي حال، لأنه نفتكر أنه كل منظمات المقاومة على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف اتجاهاتها كانت كلها راغبة في أنه الدول العربية الرئيسية تدخل في المعركة، مش بس تدخل وتبقى طرف فاعل فيها دفاعا عن أراضيها هي، وده اللي سموه حرب التوريط. فما كادت أن تفعل ذلك وما كاد ذلك أن يتحقق لها إلا وهي تجد سنة 70 أن في عملية وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية وبالطبع على الجبهة الأردنية، حتى لو كانت مؤقتة، حتى لو كانت لمدة 3 شهور، حتى لو ما كانش ممكن في ذلك الوقت حد يقعد يشرح لجماعات المقاومة يقول لهم والله الهدف الرئيسي والأساسي مما فعلناه هو استكمال حائط الصواريخ، لأنه الجبهة بهذا الحائط وراءها وحاميا لها سوف تكون في وضع، تنتقل لوضع مختلف شديد الاختلاف. ما حدش يقدر يشرح لها الكلام ده، وإلا هذا الكلام يبقى موجود تاني يوم مشاع في عمان ومشاع في بيروت ومشاع في كل حتة في العالم العربي. وهنا كان جزء من التناقض اللي كنت موجود فيه مع جماعة من خيرة الدبلوماسيين ومن خيرة الإعلاميين. كان عندي أو قضت الظروف في ذلك الوقت أن أبقى أنا مسؤول عن الإعلام ومسؤول عن الخارجية، المهمتين متناقضتين. بطبيعة الإعلام لازم يتكلم ويشرح ويفيد في الشرح، وطبيعة الخارجية لازم تتكتم وتوجه وتتكلم بحذر وبلغة هادية.
القضية شديدة الحساسية، الأطراف العربية حتى مختلفة فيها كلها، الأطراف الدولية في انقسام، الأمريكان بيقولوا حاجة ورأيهم في حاجة، والمقاومة الفلسطينية بتقول حاجة تانية، والوقت اللي الأمريكان بيتهمونا فيه روجرز بيتكلم معايا وبيتكلم في التليفون طول الوقت إنه إحنا فيه قدامه معلومات عن مخالفات لوقف إطلاق النار، وأنا بحاول أو بنحاول كلنا بقدر ما نستطيع، يعني أنا بحاول هنا وطاقم الوزارة كله بيحاول في مكانه وطاقم الأمم المتحدة وفي الدكتور الزيات محمد حسن الزيات بيحاولوا، والسفارات في كل مكان بتحرك تحاول إقناعه بأنه نحن لم نخالف وقف إطلاق النار. عندنا إخواننا في المقاومة عمالين يصرخوا وقف إطلاق النار، هذا ده كلام مش معقول، ونستطيع أن نرد عليهم ببساطة ونقول لهم والله وقف إطلاق النار ضروري لعمل عسكري حتى إذا كنتوا بتتكلموا عسكري، لكن كلام في هذه الجبهة يهزم الكلام في هذه الجبهة، وبالتالي وخصوصا كمان أنه كان لابد من كسب منطق معين، لابد أنه في مسألة مهمة جدا، أنه في ذلك الوقت وفي كل وقت في رأيي انه اي بلد لازم يتكلم لغة واحدة لكل الاطراف في نفس الوقت، لا يستطيع اي بلد في عرض سياسة او في الدفاع عن سياسة ان يتكلم بلغة لهذا الطرف وان يتكلم بلغة لطرف اخر، لانه هذا كلام يؤدي به في النهاية الى اسباب للحرج تضعف موقفه بدل ان تقويه. فانا في ذلك الوقت موجود قدامنا واحد اقتراح المبادرة، اثنين ان احنا قابلناه وضمن وقف اطلاق النار، ان الامريكان بيشكوا في ان احنا بنخالفه، وبعدين الحاجة الثانية ان الفلسطينيين قلبين الدنيا كلها لانه في وقف اطلاق النار وهم لا يريدون وقف اطلاق النار، فهنا في هدف مطلوب لكنه الضرورات اللازمة لكل جانب من جوانبه مختلفة متناقضة، اللغة الاطراف كل حاجة مختلفة، وهنا كان الصعوبة حقيقي صعوبة هذا الموقف. مع أنا كنت بحاول مع راجز، وأنا كان عندي تعليمات من رئيس عبد الناصر إنه بكل الوسائل، إحنا عارفين إنه في صراع في الولايات المتحدة على من يمسك بأزمة الشرق الأوسط، وفي راجز وزارة الخارجية من ناحية، وفي كيسنجر الأمن القومي من ناحية تانية، وفي تناقض بين الاثنين، واحنا عاوزين روجرز، عاوزين مش لانه هيختلف في النهايه السياسيه، لكن على الاقل بيختلف في الولاءات. انا واحد من الناس اللي معتقدين ان روجرز كان ولاء الولايات المتحده بالمصالح الامريكيه كما اراها وكما اختلف معها وكما اجد نفسي مضطر الى مقاومتها. لكن المشكله مع كيسنجر انه كيسنجر لم يكن يفرق بين المصلحه الامريكيه وبين اسرائيل، ونحن لا نريد احراج روجرز بحيث تذهب الأمور إلى كيسنجر. في نفس الوقت حتى مع المقاومة في تناقض من هذا النوع، لأن المقاومة الفلسطينية وهي تعارضنا ونحن نحاول أن نرد عليها، نحاول أن نرد بحذر أنه الملك حسين أو نظام الملك حسين أو عناصر في نظام الملك حسين لا تنتهز هذه الفرصة فتنقض على المقاومة دون هوادة وينتهي الموضوع. فإحنا بنتعامل مع أطراف كمان عندها مشكلة، زي ما كنت بقول التعليمات اللي عندي من رئيس عبد الناصر انه بكل الوسائل حاول مع راجز. انا كنت تصورت الازمه انتهت، كنت يعني جاء وقت بعد 3-4 ايام بلغونا في مخالفات وفي مشاكل لكن وفي صور وفي معلومات، لكن انا تصورت اللحظه من اللحظات انه ممكن الازمه بلاش انتهت لكن على الاقل ثبتت في مكانها ولم تعد قابله للتصاعد اكثر. فالرئيس عبد الناصر واحد طالب انه راجرز، اثنين ادارة الازمة باي طريقة بحيث لا تشعر الولايات المتحدة بحرج يدفعها الى تصور انها مسؤولة عن المبادرة في كل شيء فيها بما في ضمان وقف اطلاق النار وبالتالي تتدخل، وده اللي كان طالبينه الاسرائيليين. نمرة ثلاثة انه شرح قضيتنا بحيث ان يبدو قدام العالم فعلا يعني ان احنا لم نخالف، واحنا بالفعل لم نكن نخالف. في الوقت اللي تصورت فيه انه الازمة هدأت لقيت راجز بيضرب لي تليفون يوم 9 بعد 3 ايام مما تصورنا ان المسائل هدت.
بيقول لي روجرز في التليفون وحب يخليها رسمي قوي. بدا برضه مستر مينستر سيد الوزير، الادله متوفره امامنا على انكم خالفتم، وانه في مخالفات انا بعتقد انكم لابد ان تعودوا عنها. في هذا الجو بالذات بقى واضح قدامهم ان في مخالفات، بقى واضح قدامهم ان في مخالفات بشاهد عملي انهم هم الاسرائيليين بدوا يحاولوا يطلوا على ايه اللي حاصل، بدوا يحاولوا يستكشفوا، مش قادرين يظبطوا حاجه قاطعه، لكن واضح قدامهم انه الجبهه المصريه الخطوط المصريه حصل عليها تغير. وبعدين حاولوا يجسوا النبض في الجنوب، في جنوب الجبهه بتجربه عمليه في السويس، فسقطت لهم بعض طائرات الفانتوم. انا شخصيا لما الفريق فوزي بلغني بسقوط طائرات فانتوم في السويس ترددت دون ان اذيع النبأ لفتره طويله، قعدنا كذا كذا وقت ما بنذعوش، وحتى لما اذعناه اذعناه على استحياء، ولم اكن متاكدا انه صحيح الا بعد كده شفته ووجدت شاهده في مذكرات كيسنجر بيقول ان راجرز حب يجامل المصريين ولا يضبطهم متلبسين بعملية حائط صواريخ، وهذا كلف إسرائيل 5 طائرات فانتوم سقطت، 5 عدهم، وكيسنجر مش هيبقى هو بيمالئ الفريق فوزي أو الفريق فهمي في قائد الدفاع الجوي. فرجز بيكلمني وهذا الجو مضطرب وفي طائرات سقطت، فانا بقول له يعني انا عايز اقول لك حاجه، وانا في ده كنت صادق ما كذبتش، قلت له نمره 1 انا لم نحن لم نخالف وقف التخطيط، بالتاكيد اما انت بتقول لي انه في حصلت تحركات انا مسلم وانا بعترف معاك ان في حصلت تحركات، لكن هو السؤال معيار ما يربطني، هل حدثت هذه التجاوزات او التحركات بعد ان ابلغتك رسميا ساعه 1:30 بعد صباح يوم 8 اغسطس انه احنا سرقنا وقف اطلاق النار الثالث او لا؟ اجرينا تحركات، في بعض التحركات ضروريه، في وحده كان جنودها بعض جنودها بره راجعين لها، في وحده كانت محتاجه اغذيه ومحتاجه معدات راحت لها معدات، في وحدات كانت موجوده لها طالبه وحدات مستشفى معاها راحت لها وحدات مستشفى، في قائد منطقة البحر الأحمر كان موجود جوه في سيناء وهو الفريق الشاذلي في ذلك الوقت وكان لازم يرجع. فأنت لما بتقول لي إنه في حاجات لازم تصحح، ماذا أفعل في مثل هذا النوع من التحركات؟ بيقول لي إحنا يبدو سياق الحديث واضح قدامي، بيقول لي يبدو إن إحنا مش قادرين نتفاهم على معنى كلمة ستاند ستيل. ستاند ستيل سيز فاير ده تعبير كان جديد لأول مرة احنا بنستعمله، هو بيقول لي كده، وهو لكن هذا تعبير له معنى. لما نقول ستاند ستيل وقف إطلاق النار في المواقع، أي أنه لا ينبغي أن تحدث تغييرات على الجبهة ساعة أن أبلغناكم. أنا بقول له أنه أنتوا أبلغتونا في بلاغ جالنا في الأول قبلها بخمس ست أيام أنه في حاجة ستاند ستيل سيز فاير سوف يبلغ لنا وهذه شروطه، لكن لم نبلغ بسريان، ولانه ما تقوليش انك لما ابلغتني، انا من ساعه ما ابلغتني قبلها بخمس ايام عن فكره وقف اطلاق النار ستاند ستيل سيز فاير انه من ساعتها هقف، لكن هقف ساعه ما هتبلغني انه سوف يبدا سريان مفعول هذا الذي عرضناه عليكم من قبل من 5 ايام هذه الليله. اذا هنا تقدر تتكلم. وبعدين لا تستطيع ان تحاسبني، انا لم ارتكب مخالفات، إلا تقدر تحاسبني على أي مخالفات أنا عملتها بعد الساعة 1:30 بعد نص الليل يوم 7 صباح 8، لكن ما قبل ذلك، وهذا أنا استأذنتك فيه، هذا أنا قلت لك عليه ورجوتك لأني مش عايز تأخير، فإذا أنا لم أخالف. هو بيقول لي أنت بتتكلم مستر مينستر، أنت بتتكلم في الموضوع من وجهة نظر تكنيكال وأنا بتكلم فيه من وجهة نظر روح المبادرة، انت بتتكلم بالمنطق الفني وانا بقول لك الروح الثقه السياسيه هي اللي احنا كان مفروض نبنيها. انا بحاول مع راجز بكل وسائل، ولكن بديت احس حقيقه حجم الضغوط، لانه هو اتكلم 3-4 مرات في هذه الفتره، اتكلم يوم 9 واتكلم يوم 11 وكان اخر مره كلمني يوم 17 اغسطس علشان يقول لي ان احنا مع الاسف الشديد هنطلع بيان، وانا لم اعترض على اي حال هذا البيان،
لكن اللي حصل مش هترتش عليه لاسباب حول حاله، لكن اللي حصل انه انا لم ادرك حجم الضغوط اللي كان راجز بيتعرض لها. اولا شفت بعض الوثائق الاسرائيليه وشفت الورقه اللي كاتبها جنرال ديان لمجلس الوزراء الاسرائيلي، وبعدين شفت مذكرات رابين جنرال رابين وهو رئيس اركان حرب سابق للجيش الاسرائيلي، بعدين راح بقى سفير في واشنطن في هذه اللحظة الحرجة، كان موجود في واشنطن وكان هو حركة الوسط بين جولدا ماير رئيسة الوزراء وبين نيكسون الرئيس الأمريكي، وبالتحديد مع مستشاره الأمن القومي وهو هنري كيسنجر اللي كان تقريبا معتبر نفسه سواء بولاءات إنسانية سابقة أو سياسية سابقة أو بعداء بشكل ما هو كان ضد كره حركة التحرر العربي وبيراها بتساعد الاتحاد السوفيتي، بيرى انه حركات التحرر الوطني كلها على اي حال هي رصيد احتياطي يساعد الاتحاد السوفيتي سواء قصد او لم يقصد. والحاجة التالتة انه هو كان عداء الرجز ورغبته في انه ياخد ازمة الشرق الاوسط في ايده ويحلها بمنطقه او بمنطق معين يرد فيه الجميل لشعبه زي ما كان بيقول شعب اليهودي، لانه هو كان عنده ولا تزال عنده مشكلة انه هو طلع في ألمانيا نازية، مشيت يهودي، تعرض للنازيين 34-35، عيلته تعرضت يعني، راح أمريكا وفي أمريكا ادته الفرصة وادته فرصة بلا حدود، وهنا كان معتقد انه ضميره يملي عليه أن يخدم شعبه زي ما هو كان بيقول، وشعبه كان في ذهنه الشعب اليهودي. لما قريت مذكرات كيسنجر ايضا فيما بعد ادركت حجم الضغوط اللي فعلا ويليام روجرز بعد كده شفتها عمليا اكتر، اللي كان وزير الخارجيه الامريكيه بيتعرض لها. هذا لا يجعله بالنسبه لي ضحيه، لانه صراعاته في امريكا هذه متعلقه بالشان الامريكي، ولا يجعله صديق لي علي ان ارجو صداقته وأن أراعيه. هو بيشتغل لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا موضوع لا ينبغي أن أخطئ فيه أو يخطئ فيه غيري. كل الناس بتشتغل في النهاية بولاءات معينة، في سياسات معينة، في استراتيجيات معينة، في مقاصد معينة لأهداف أمم ولأهداف شعوب. أما لاقي قدامي أنا هنا نصوص التليفونات اللي نكلمنا فيها سوا، لكن وانا كاتبها ومسجلها قدامي حتى تسجيلات من الرقابة، لاننا وهم الاسرائيليين مسجلين لبرجس سفير في القاهرة قائم باعمال السفارة في القاهرة بيكلم سيسكو، لاننا طلبت من السفير محمد رياض وكيل الخارجية انه يكلم برجس ويبلغه انه الاسرائيليين بيخالف وقف اطلاق النار، وانا كنا بنضغط جدا على هذا البلاغ انهم بيخالفوا وبيطلعوا بدوريات وبيتعمدوا ضرب مواقع. لما وقعت الطيارات، لما وقعت لهم طيارات فانتوم وكيسنجر عدها انها 5، في هذه الحالة انا كنت عاوز اغطي موقفنا، فطلبت بسرعة الاحتجاج لدى برجس، وبرجس قدام المحطة اللي كلم فيها سيسكو وقال له انه محمد رياض كلمني وهم بيشتكوا انه اسرائيل بيتهموهم ان هم وخالفوا وقف اطلاق النار، هم عندهم دليل من إغارات على مواقع سقطت فيها طائرات إسرائيلية، وهذا أبلغ دليل. ومش بس سقطت طائرات إسرائيلية، وهناك أسير طيار إسرائيلي موجود عند المصريين، وهذا المصريين بيقولوا أنه أهو دليل على الخرق. لما ألاقي مذكرات كيسنجر ورابين ألاقي أوراق غريبة جدا. قبل هاخد ديان بيقول لي أنه المصريين عملوا حاجة خطيرة جدا أكتر مما تتصور قيادة سياسية في إسرائيل. أولا هم لم يفهموا يعني إيه ستاند ستيل سيز فاير، وهو اتكلم قال في تقريره أن الكلمة في العبري لها معنى وهو معنى التجميد، التجميد الكامل، ولكن المصريين ما فهموش بمعنى التجميد، المصريين فهموه يمكن بمعنى تقليل الحركة، لكن المصريين خالفوا وأمامنا كل دليل يؤكد عمليا أنهم خالفوا. ألاقي رابين بعد كده واضح أكتر، رابين جايله المعلومات مش بس من ديان، جايله المعلومات من جولدا ماير، جايله المعلومات من رئيس أركان حرب بارلاف مباشرة له،
وهو في وضع يجعله يدرك انه التجاوزات اللي عملتها مصر تقتضي انه الامريكان هم بنفسهم يتولوا ازالتها. الوقت الموقف تغير، كنا فات على وقف اطلاق النار 5 6 ايام، فات اسبوع تقريبا، لكن رابين بدا يقول انه الموقف تغير وانه في حدثت اشياء وتجاوزات وقد اصبنا بضرر من هذا الذي جرى، والامريكان هم المسؤولين قدامنا وامام التاريخ الصحيح وهذا، وهم لديهم الوسائل. هو بيقول وانا شايفها قدامي في كلام رابين، خد خرائط الجبهه وخرائط ما جرى عليها وراح يقابل جنرال هيج. جنرال هيج في ذلك الوقت هو مساعد كيسنجر للشؤون العسكريه، وهو حلقه الوصل بينه وبين الرئيس نيكسون، بين حتى مستشار امن قومي وبين رئيس نيكسون، لانه نيكسون ايضا في حساسيته باليهود مناخ غريب جدا كانت اداره نيكسون دي، ايضا عايز حد بينه وبين كيسنجر، عاوز حد بينه وبين مستشاره في الامن القومي خصوصا في الشان العسكري. فعنده جنرال الكسندر هيج اللي بعد كده بقى مستشار امن قومي للرئيس ريغان، ورايح بقى دلوقتي شايف قدامي رابين واخد خرائطه بعتها له جنرال بارلاف، ورايح لجنرال هيج وقاعد بيتكلموا على الخرايط وبيقول له احنا قدام موقف لا نستطيع معالجته، احنا ما نقدرش نعالجه، ما عندناش الوسائل لمقاومه هذا الذي جرى على الجبهه المصريه في هذه الفتره المحدده، واللي خلافوا فيها المصريين وقف اطلاق النار، واللي قدرت فيها حقيقه، يعني لازم واحد يسلم انه انا قلتها مره بقولها تاني، انه هذا الشعب عندما تجيء الوسائل وعندما تواتيه الفرصه وعندما يملك الهام الهدف الوطني بيعمل معجزات، يعني لا احد يتصور ولا احد يقدر يعني ايه اللي عملوه الدفاع الجوي ومهندسي القوات المسلحه في هذه الساعات لكي يتحدث هذا التحول الذي حدث على الجبهه. هيك بيقول لرابين، بيقول له عشان تيجي الامريكان الولايات المتحده الامريكيه تتدخل، وانا مستعد افهم كلامك، عشان تدخل الولايات المتحده الامريكيه لازم تكون عندها الحجه القاطعه الجامعه المانعه قدام الاتحاد السوفيتي. الموضوع هنا مش موضوع مصر، الموضوع انه في اسطول امريكي في البحر الابيض وهو ده اللي ممكن يتدخل ويزيل حائط الصواريخ المصري، لكن في قدامه اسطول سوفيتي اخر موجود، وهو وان كان اقل قوه من اسطول امريكي لكنه قادر على ان يصنع شيئا. فلكي نستطيع ان نفعل ما تريدوه ثم ان نواجه الروس بلهجه حازمه وبدليل قاطع لابد ان يكون لدينا دليل، فانتم لم تقدموا، مفيش دليل قاطع، في شواهد. طيب في طيارات سقطت، اه صحيح، وانه ده ممكن يكون الخط قوي، لكن ليه ما تبقاش هذه الطائرات سقطت من صواريخ قديمه؟ ما نريد اثباته هو انه شيء ما جرى في الجبهه في هذه الساعات، لانه كان في طائرات ايضا، فكروا هو انه في طائرات سقطت قبل كده، سقطت في يونيو وفي يوليو. فاذا كنا بنقول ان في حاجه جدت النهارده فلا بد ان نقدم دليل اكتر قوي من مجرد سقوط طائرات. اه في صور انتوا بتقولوا لنا في مواقع، وصحيح في مواقع كانت خامده وكانت ظاهره موجوده على الخريطه لكنها لم تكن فاعله، لكن اللي حصل انها بقت فاعله، لكن طيب كيف نتاكد انه هذا جرى بعد وقف اطلاق النار؟ الاقي المناقشات، الاقي رابين بيحاول بيقول انه بوضوح كده احنا مش هنقدر ندمر التاريخ بالطريقه دي، وهذا سوف يكون تغيير على الجبهه خطر جدا. الاقي كيسنجر بعد كده، كيسنجر مستفيض في شرحه لما جرى وفي التنبيه الى خطوره استمراره بهذا الشكل. الاقي كيسنجر مخصص لهذا الموقف في مذكراته مش اقل من 20 25 صفحه. الاقي كيسنجر بيبتدي بيقول ايه؟ على وجه اليقين هناك شيء جرى، لكنه وزاره الخارجيه اخطات، لانه اختاروا لبدع سريان وقف اطلاق النار موعد نص الليل، اي بعد ان ساد الظلام. بعد ان ساد الظلام لو كانوا ناس بيفهموا ده وزاره الخارجيه الامريكيه، يعني كانوا خلوه الصبح او الفجر مثلا ولا حاجه، انه سريان اطلاق النار يبلغونا دلوقتي والظهر يبقى
وقف إطلاق النار لكي يكون قدامهم ضوء النهار في ذلك الوقت. التصوير الليلي ما كانش وصل لهذه الدرجة، وما فيش لسه الألترا فايلت ما كانتش دخلت في التصوير بهذه القوة الكبيرة. كانت موجودة، وكانت موجودة في الرؤى الليلية والتصوير الليلي، لكن ما كانش وصل لهذا. لكن كيسنجر بيقول أول غلط نحن عملناه هو اختيار هذا الموعد الذي جرى لوقف إطلاق النار، الذي تحدد لوقف إطلاق النار. بيقول كيسنجر بعد كده ماشي في مذكراته كلها بيحكي، بيقول واحد انه في حصل خطأ في وقف إطلاق النار، في توقيت وقف إطلاق النار، وانه وزارة الخارجية اخطأت فيه. الحاجة الثانية انه هو مع الأسف الشديد مضطر يقول لصديقه رابين ولكل أصدقائه الإسرائيليين انه احنا لا نزال لإقناع الرئيس نيكسون بانه الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل بضربة تزيل فيها هذا الحائط الصواريخي الجديد، انه محتاجين دليل حاسم. وبعدين رابين قابل كيسنجر وكيسنجر اخده الى الرئيس، ورابين بيقول للرئيس انه جولدا مير عاوزه تيجي تشرح لك بنفسها ايه اللي جرى، لانه الحكومه الاسرائيليه لا تستطيع ان تقبل امر واقع بهذه الطريقه. هنا في عباره ملفته كنت بقول، في عباره ملفته ان كيسنجر بيقول له انا يعني اللي انتوا بتقولوه كلام قد يكون صحيح وممكن صحيح، لكن المشكلة ان احنا لا نستطيع ان نتصرف بالطريقة اللي انتوا عاوزيننا نتصرف فيها، لانه ببساطة ينقصنا ما نستطيع ان نبني عليه موقف بهذه الخطورة، لانه في ممكن مواجهة مع السوفيت. فبيقول له، لكن بيقول له جملة غريبة، بيقول له طب ما تستنوا كده لانه ممكن ان تحدث تغييرات. نلاحظ ده، الكلام ده حصل يوم 17-18 أغسطس. بيقول له استنوا 30 يوم أو 60 يوم بالكثير، وقد تحدث تطورات لا نتوقعها الآن. وهذه أنا ما بشوفها دلوقتي بعد كل ما جرى بتلفت نظري وتستوقفني، لأنه 30 يوم دول فيها حصل فعلا فيها تغييرات كبيرة جدا، أهمها اختفاء جمال عبد الناصر. وهنا مش عارف انا الرئيس بيقول ايه، بيقول نيكسون اشمعنى 30 يوم 60 يوم واشمعنى بتقال في هذا الوقت. وبعدين كيسنجر خد رابين راحوا مكتبه، وكيسنجر بيقول له عاوز اقول لك حاجه، اذا كنتوا انتوا مش قادرين تدمروا الصواريخ لاسبابكم، فاحنا ايضا مش هنقدر ندمر حائط الصواريخ المصري لاسباب متعلقه بالموقف المواجهه بيننا وبين السوفيت، والاثبات ضروري. وبعدين بلغوا انه في اقتراح من البنتاغون انه هيدوهم صواريخ، هم صواريخ مضاده من تراس شرايك، ويأملوا انها تخفف بعض الخسائر. الحقيقه يعني احنا اظن انه الطاقم الاعلامي اللي كان موجود في ذلك الوقت نجح في انه عن طريق، من حسن الحظ انه عن طريق اصابة طائرة اسرائيلية، حدث وفي مراسلين اجانب كان واخدهم تحسين بشير، استاذ تحسين بشير، في جولة الى الجبهة وهم في السويس حصلت الغارة. فاحنا كان عندنا تغطية ملائمة جدا بناء على رؤية مباشرة لصحفيين اجانب شافوها على الجبهة، واظن انها نفعت في تغطيتنا اثناء مناقشة طويلة في ذلك الوقت، لانه أمريكان بقى قدامهم من الإعلام الأمريكي دليل على أنه مراسلين أمريكان شافوا الطيارات وهي تغير على مواقع مصرية، سواء قالوا أنهم بيشوفوا صواريخ أو ما بيشوفوش، سواء أصابتهم هذه الصواريخ أو لا، لكن هم كانوا بيخترقوا الخطوط وبيكسروا وقف إطلاق النار. لكن كان دي كانت أزمة وقف إطلاق النار وهي مستمرة. وقلت أنه روجرز يوم 19 بلغني قال لي يعني إحنا مضطر نطلع بيان، وانه البيان هبعت لك نسخه منه، وبعت لي فعلا نسخه، وهو لم يتهم الطرف المصري بان احنا خلقنا وقف اطلاق النار صراحه، لكن قال ان احنا في مناخ وقف اطلاق النار، ما قالش في موعد وقف اطلاق النار. وانا شخصيا كان رايي توصيتي للرئيس عبد الناصر ان احنا نسيب الموقف عند هذا الحد، لانه لا ضروره لجدل مع راجز. لكن بقى واضح ان احنا عندنا معركة كبيرة جدا مع الامريكان،
لكنها ينبغي أن تدار برقة وتدار بفهم وأن تدار بلين وأن تدار بدبلوماسية وأن تدار بكل بالإعلام، حتى بالإعلام الأمريكي يشوف بنفسه أنه حصل إيه. لكن هنا كان في لغة معينة مطلوب استخدامها. الحقائق تبقى هي نفس الحقائق، لا أستطيع أن أنكر أن أنا خلفت، لكن خلفت متى؟ أنا خلفنا عندما أبلغنا أن احنا التزمنا، كنا صادقين في هذا، كنا صادقين، كنا قانونا وأخلاقا صادقين. وإنه ممكن روجرز يقول لي والله أنت خالفت الروح، روح الاتفاقية، لكن مسألة الروح دي محتاجة مناقشة. لكن الكارثة الكبرى إنه وهذا كله يجري، الجبهة في الأردن، جبهة المقاومة في الأردن على قدم وساق هجوم. طيب أنا في هذا الهجوم اللي شناه المقاومة والحل الاستسلامي أنا كنت بتصور أن رجل يعني عملت حاجة المقاومة في ذلك الوقت. أنا خدت ياسر عرفات لجمال عبد الناصر، اعتراف مصر بفتح عمل كتير قوي، استيلاء فتح في واقع الأمر على منظمة التحرير عمل كتير قوي، سلاح ومساعدات قدمناهم للسوفيت. كنت متصور أنه إحنا عندنا طبعا، وأنا بالتحديد يعني. أنا كنت متاخد تماما في مواجهة الجبهة الأمريكية، جبهة المواجهة الأمريكية، لغاية ما الفريق فوزي بيكلمني في التليفون بيقول لي، هو كان له طريقة يبتدي بيها الكلام كده، يقول يا أستاذ أفندم، بيقول لي إنه عنده مشكلة إنه في إذاعة من عندنا وزارة الإعلام يعني وزارة الإرشاد القومي في ذلك الوقت، هي إذاعة فلسطين، وإحنا كنا مسلمينها للفلسطينيين، وهذه الإذاعة بدت تعارض قبلنا لمبادرة روجرز وقبلنا لوقف إطلاق النار، وتعارضه بطريقة فيها تجريح. والمشكلة أنه بعض العساكر المتطوعين الفلسطينيين اللي موجودين قرب الوحدات المصرية بيسمعوها، وأنهم بيستغربهم، وأنهم سمعوها لقوات مصرية، لزملاء لهم في الخنادق مصريين في مواقع دفاع خلفية على حال، لأنه ما كانش في فلسطينيين في الجبهة، لكن في بعض المواقع الخلفية وفي مراكز التدريب كان في فلسطينيين، كان في قوات لمنظمة التحرير بتدرب. فهؤلاء بدأوا يسمعوا إذاعة فلسطين من القاهرة وهي تهاجم السياسة المصرية وتؤثر على أو يسمعها عساكر مصريين واستغربوا إيه الحكاية دي. فالفريق فوزي بيقول لي إنه إدارة الشؤون المعنوية شايفة إنه هذا الذي تقوله إذاعة فلسطين مؤثر. أنا ابتديت التفت لأول مرة حقيقة في الفترة دي، كنت عمال مشغول جدا باللي حصل على الجبهة الأمريكية، لكن بديت ألاحظ يعني صحيح قريت تقارير لكن ما خدتش بالي إنها إلى هذه الدرجة يعني ممكن تبقى لافتة. فلقيت نفسي منتقل من الجبهة الأمريكية من الناحية الأمريكية إلى الناحية الفلسطينية، وهي هي الأخرى في عمان، في حاجة في فصائل عاملة مشاكل كبيرة جدا وفي هجوم ضاري. أنا حقيقة لما طليت عليه وحتى لدرجة أن أنا قلت يعني، لأنه في بدأ الفصائل الفلسطينية جزء كبير جدا منها بدأت تنادي أنه إذا كانت الجيوش النظامية مش قادرة وتتصور أنها عايزة وقف إطلاق النار وأنه كذا، واخذوا تصريح انا قلته في ذلك الوقت، قلت انه لابد ان نفهم، لان انا مش قادر اقول حاجه على حق الصواريخ، مش قادر اقول ان الحرب بتنتقل الى نقله نوعيه اخرى راها عبد المنعم رياض مبكرا ووضعت في الخطط وبدا تبقى موجوده وبدا حائط الصواريخ يخش تطبيقا لفكره معينه انه في نقله كبيره جدا في الحرب. فاذا لقيت انه الكلام حتى اللي انا بقوله بيستعمل ضدي، يعني اما انا قلت انه هم طالبين حرب تحرير شعبيه لان الجيوش النظاميه يبدو انه عندها اعتبارات ومش قادره، فالحرب الشعبيه لابد ان تتحول ساحه المنطقه كلها الى حرب شعبيه. هذا موضوع انا كنت سمعته قبل كده وكنت ناقشته مع عدد كبير جدا من القاده الفلسطينيين، خصوصا من خارج فتح، من منظمات اخرى خارج فتح، مش عارف ايه شعبيه ديمقراطيه، كان طلع مليون منظمه. وانا كنت بحاول اقول واحد من الناس المعتقدين انه القياس على الجزائر غلط والقياس على فيتنام غلط، احنا هنا ده موضوع اخر مختلف، ونحن في سيناء مثلا حرب تحرير شعبيه ازاي،
سوريا حارب حرب تحرير شعبية ازاي في سوريا والإسرائيليين على بعد خطوات من دمشق. في الأردن طيب في الأردن أنا عندي مشكلة. الأردن قاعدة المقاومة لكن في دولة ذات سيادة، أنا عاوز هذه الدولة وبرضاها تحاول تقدم أكثر ما يمكن من المساعدات، لكن تحويل الأردن إلى ميدان بديل للميدان الداخلي الفلسطيني معناها أننا نقبل حتى في أحسن الأحوال نقبل حجة إسرائيل أن الأردن وطن بديل لفلسطين وانتهت القضية. محتاجين كلهم يعرفوا أنه المسائل مختلفة وأنه القياسات الثورية وبالطريقة دي كلها كلام لا يعقل، لدرجة أنه أنا ألاقي قدامي هو حاجة لسه لا تزال تتكرر لغاية دلوقتي، ألاقي قدامي مقالات لما أنا قلت الحرب الجاية حرب إلكترونية، ألاقي قدامي مقالات عشرات مئات المقالات، حد كاتب لي مثلا الهيكلية والحرب الإلكترونية، لا تزال بسمع حاجات حد يقول الهيكلية وما يعني مش مشكلة يعني اقصد انا متعود على ده وما بيقلقنيش كتير قوي، لكن ده اخونا بيقول لي الهيكلية والحرب الإلكترونية وبعدين بيقول لي انه انا بتكلم باسم البرجوازي وانا ما عنديش حرج بان اتكلم باسم البرجوازي، الطبقة المتوسطة على حال انا بعتقد انه ليس هناك ما يضرها وهي اكبر الطبقات واهم الطبقات في المجتمعات، لكن انا في ده كنت بتكلم وطنيا، اما بقول ان الحرب الجايه فيها نقله وانها صواريخ وانها الكترون ما بتكلمش على رايي، انا ما اعرفش فيه، هذا راي خبراء المعتمدين واللي جاري في العالم، وانا هنا لما بتكلم بقوله تاثرا او بقوله شرحا، لكن شرحا لما استقر عليه تفكير طويل ولما نادى به خبراء كثيرين. فهنا واحد بيقول الهيكلية والحرب الإلكترونية وبعدين بيقول ان كل الكلام اللي انت بتقوله ده على الحرب الإلكترونية ده كلام فارغ وده كلام كله يثبت انكم عاوزين تهربوا الحرب وانه القضية هي الحرب الشعبية وانه الهروب الى نعيم الإلكترون، بيقول الراجل اللي كاتب وانه الهروب الى نعيم الإلكترون وانه افلاس اخر اوراق، القضية هي الهروب من المجابهة ومستلزمات الحرب الشعبية إلى التعزز بالحرب الإلكترونية التي يعرف هيكل جيدا أنها لن تقع وأنها الكلام عنها نوعا من الضحك على الدقون. الغريبة لما جت أكتوبر كان هي الحرب الإلكترونية في واقع الأمر وحرب الصواريخ كانت هي الموضوع الرئيسي، لكن اللي حصل أنه بقى عندي مشكلة كبيرة جدا. أنا صديق لمنظمة التحرير، صديق لفعرفات، صديق لكل الفصائل في واقع الأمر، رجل رأى قضية فلسطين منذ البداية. النهاردة ما حدش يجي يقول لي أنكم مقصرين وهذا البلد لم يقصر أي الأحوال، وإحنا لما تيجي فرصة وقف إطلاق نار أولا تيجي فرصة مناقشة سياسية أنا ما عنديش اعتراض، أما تيجي قضية في قضية كان لازم يفهموها مش راضين يفهموها إطلاق، وهي قضية أنه لا يمكن من هذا الموقف الذي كنا فيه الزحف إلى تحرير كامل التراب الفلسطيني وإزالة إسرائيل، هذا كلام أما لقي إخواننا كاتبين فيه هذا كلام نوع من الشعر، يعني أما حد يقول لي أنه في هذه اللحظة في هذا التوقيت أنه الكلام حرب شعبية حتى يسقط الكيان الصهيوني، هذا حد بيتكلم من خارج العصر ومن خارج التاريخ. لما بنقول لهم إحنا أنه إذا نجحنا في هدف إزالة آثار العدوان بالقوة إذا فقد انفتح الطريق إلى يسقط المشروع الإسرائيلي، المشروع الإسرائيلي لا يستطيع أن يتحمل هذا الكلام إطلاقا. يوم 6 أكتوبر 7 أكتوبر 8 أكتوبر ديان راح لمجلس الوزراء الإسرائيلي سنة 73 يعني وقال لهم أن الهيكل الثالث في خطر، إسرائيل بتقع هتقع لأنه ببساطة النجاح في إزالة آثار العدوان أي نجاح عسكري مؤثر ومدوي قدام إسرائيل هذا في حد ذاته يكفي لإسقاط قدرة هذا المشروع الإسرائيلي على البقاء بالقوة لأنه لا يستطيع أن يبقى لا بالتاريخ ولا بالجغرافيا ولا بالواقع ولا بموازين القوة، لا يستطيع أن يبقى بالسلاح، وإذا ضربت فكرة السلاح عنده إذن فقد دخلنا في منطق جديد خالص خالص. لكن إخواننا في ذلك الوقت وبعدين في مسألة مهمة جدا أنني ولا هذا البلد عاوز يواجهه، ده مش دول يعني المنظمات المقاومة، هؤلاء جزء عزيز علينا جزء مننا وجزء من أحسن ما في هذه الأمة طالع بيقاوم بيعمل، أنا عارف إنه داخلتهم أفكار كتير قوي
دخلت مصالح وحصلت اشياء كتير قوي، لكن يبقى انه في هذه اللحظة اي خلاف بينهم وبين مصر ياخد شكل جدي وياخد شكل خطير، قد يؤدي لانهم يقعوا في مصيدة هم لا يدركوها. يعني هم بتاخذهم كل لنا الصدر دون العالمين او القبر، وانه ابيض واسود، وانه ثوره والكلام الثوريه صار ثوريه فعل، ثوريه فعل قادر، ثوريه تغيير حقيقي واصيل، الثوريه انتقال من اوضاع، الثوريه هي التحرير لكنه ما هي وسائل هذا التحرير؟ هذه قضيه كبيره جدا. والعقل العربي يعني انا ساعات مرات يعني لانه في النهايه هذا عقلنا جميعا، يعني قد نتفاوت في التعبير عنه بشكل او اخر في درجات مختلفه، لكنه لا نستطيع ان نتوصل منه. كلنا فينا هذا الجموح الى العاطفه، وهذا الجموح على الشعر، وهذا الجموح الى يعني انه ده او ده، الابيض والاسود والتفرقه بين الاثنين، ما فيش ضلال بين الاثنين. لكن هنا المقاومة في وضع خطير، لو اختلفت مع مصر وبان هذا خلافها مع مصر، فمعنى هذا أنها دون أن تدرك أسلمت نفسها إلى قوى متربصة بها. الوضع في الأردن في ذلك الوقت، هم موجودين في الأردن وهم بيحاولوا، سوريا بتحصر ولها حق، يعني سوريا حريصة بقدر كبير جدا على أنها تمنع وتداري. لبنان ما يقدرش في نفاذ الى لبنان، لكن ايضا لبنان ممكن يبقى معرض لخطر. مقاومه في ضمان المقاومه الموجوده في القرب فلسطين في الاردن، هو انه تبقى بشكل ما على علاقه اخذ ورد مع السلطات الاردنيه، لا تستطيع ان تقطع. في هذا الوقت اظن حصلت خطوه، اولا في تصعيد اعلامي شديد جدا، وبعدين قيل انه في محاوله لاغتيال الملك حسين. الملك حسين قدم أدلة على أنه ده حصل، لأنه كان في قتلى في الشارع على الأحوال، وهم قالوا الفلسطينيين قالوا نحن لم نفعل ذلك وإحنا بدأنا نهتم. لكن هذا بيؤدي بالفلسطين، بيدفع الفلسطينيين لمأزق. وبعدين هم كمان بدوا يحاولوا يتخانقوا معنا إحنا، بدأ يبقى في تشكيك في مواقفنا إحنا، وبدأ تستعمل إذاعات صادرة من القاهرة في مهاجمة سياسات صادرة من القاهرة. والكارثة الكبرى هنا ان انا موجود في هذه الاذاعات، موجود في المجال السياسي، موجود بالعلاقات معهم، وانا كنت صلة الوسط بينه وبين السلطات المصرية، مش بس كده، وايضا مع الاتحاد السوفيتي انا قدمت ياسر عرفات لكوسيجين، انا الراجل اللي ادوني اول ورقة بيضاء كده اديها لي فينوغرادوف، سيرجي فينوغرادوف، فيها نص مليون روبل اللي هدوم اسلحة للفلسطينيين. جم ناس كتير قوي اتوسطوا لما بدا الخلاف يبدو انه هيفلت الخلاف، منهم طبعا معمر قذافي، وجاء معقيد معمر قذافي هنا في مصر، وانا اشوف محادثات لكن الاقيها حقيقي، يعني انا بلاقيه محضر من اظرف المحاضر في وقت غريب جدا. الاقي محضر لاجتماع في القبه في الفترة دي، ده كان في الفترة الأولى في أغسطس، في أغسطس سنة 70، والرئيس عبد الناصر ومعمر القذافي والموجودين علي صبري محمد فوزي والمحمد المقريف عضو مجلس قيادة الثورة الليبي، ومختار الجروي برضه عضو مجلس قيادة الثورة الليبي، وفي كلام موجود. ومعمر القذافي اتكلم على الفدائيين، لكن ظهر ان في موضوع اخر تاني خالص. قبلها بعدة ايام كان باين الامريكان والانجليز وغيرهم بيحاولوا يردوا، وفي محاولات انقلابات مضادة في ليبيا، واحنا كنا بنتابعها لكن ما كناش متصورين، انا شخصيا يعني ما كنتش متصور انها فيها خطر مهدد، والدليل انهم مسكوها يعني بالاجهزة الموجودة عندهم، مسكوا الناس المتآمرين وفضوها يعني. لكن الاقي سؤال من محمد المقريف وهو عضو مجلس قيادة الثورة الليبي في المحضر، والاقي السؤال في المحضر استدعى كلام في هذا الجو بدالي، وانا بقرا المحضر فيما بعد يعني بعد ما فاتت الازمه كلها، لان وقتها ما كناش قادرين نتابع لحظه بلحظه اللي بيتقال واللي بيتكتب واللي بيتعمل. يعني محمد المقريف بيقول ايه؟ بيقول انه في احد اللي استجوبوا في ليبيا من المتآمرين او اللي اشتبه انهم متآمرين، بيقولوا انه في احتمال انهم يخطفوا الملك السنوسي من اسكندريه، وانه يعودوا بيه على راس قوات
مضادة للثورة ويتولوا الأمور في ليبيا. فجمال عبد الناصر بيقول إيه؟ والمحضر بيسجل بطريقة أنا يعني بلاقيها لما أتصور إنه دايما باستمرار كل المواقف الدرامية الكبرى فيها مواقف إنسانية صغيرة جدا لكن فيها الطبيعة الإنسانية على سجيتها زي ما هي. ألاقي جمال عبد الناصر بيقول أول حاجة الملك السنوسي ولا بيفكر ولا حد هيخطفه ولا حاجة، أولا ما حدش يقدر يخطفه في مصر. في مصر في مسألة صعبة، المسائل مش سايبة بالدرجة دي، ما حدش هيخطفه في مصر. الحاجة الثانية إن الراجل نفسه مش عايز، بيقول جمال عبد الناصر ألاقيه بيقول في محضر الملك نفسه مش عايز، الملك قاعد في المنتزه سعيد وقاعد في القصر اللي احنا اديناه له على الشاطئ في ستانلي سعيد، وانه انتوا قاعدين انا شايفكم قدامي كلكم قاعدين تشتغلوا ما بتناموش الليل وحالتكم صعبة قوي وكلكم صحتكم ساءت عما عرفتكم وشايلين هموم الدنيا والآخرة، اما هو قاعد على الكابينة وقاعد بيبص على البحر. ولما حد بيقول له يا جلالة الملك هو بيتخانق معاهم، يقول له اوعى حد يقول لي جلالة الملك، اي حد يقول لي يا حاج، فبيقول لهم الراجل لا هيقدر حد ياخده ولا هو بيفكر ولا عاوز. وانا عارف انه في بعض الناس بيلحوا عليه من ليبيا، وعارف وقال لنا هو اسامي ناس، وفي المحضر في اسامي ناس اللي اتصلوا بيه عشان يحاول يروح، وهو رد عليهم انهم ما هوش عايز يرجع ليبيا، وانه واكتر من كده بلغ جمال عبد الناصر بانه ده حصل وده جاله وانه على حال هو مش رايح. وبعدين الاقي جمال عبد الناصر بيقول وهو بيحكي الحكايه بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم بساعه صعبه قوي انه مسائل هنا في مصر، حكايه انك تصوروا انه حد يجي يخطف الملك السنوسي كده من اسكندريه ويمشي بيه صعبه قوي. المسائل هنا ممسوكه اكتر من كده، ده انتوا ما بتعرفوش اللي بيتقال يظهر. بيقولوا في نكتتين بيتقالوا في الحكومه المصريين، المصريين دمهم خفيف، بيقولوا انه في كلب حب يعبر عن نفسه فراح عبر الحدود بين مصر وليبيا ودخل عند ليبيا وهوها وثلاث اربع مرات وبعد رجع الثاني. قالوا ايه بتعمل ايه؟ قالوا عاوز اتكلم، عاوز نفس عن نفسي من الكابتن اللي موجود في مصر. الحاجه الثانيه واللي بيحكي جمال عبد الناصر بيقول انه في كلب هرب في ليبيا، فقال ايه بيسالوه بيقولوا انت هربان ليه؟ قال لهم اصلهم بيقبضوا على كل الجمال في مصر. جمال عبد الناصر بيحكي فبيقول له انه بيقبضوا على كل جمال، لكن انت مش جمل، انت يبقى واضح ان كلب. فبيقول لهم جمال عبد الناصر بيقول لهم ايه ايه ايه، على بال ما اثبت لهم بقى ان انا مش جمل مش هخلص يعني. ولاقي فجمال عبد الناصر في هذا المناخ كله بيحكي للطرف الليبي اللي جاي يتوسط هذه الحكايات، لكن الموقف في عمان واخد اتجاه اخر بشكل يدعو الى القلق. تصبحوا على خير.